بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن نحن جزء من رسالة بعث بها الفاروق عمر رضي الله عنه إلى أهل أذربيجان. ماذا نجد فيها مثلا؟ يقول: أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف والقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل. يعني تحافظوا على اللباس اللي هو مروح، فيه راحة لجلودكم ولأنفسكم وصحتكم. وهذا اللباس هذا أنت حتى كي تراه في المسلسلات كرسالة تقول ما فماش لباس كاللباس هذايا في ميدان الجمال وميدان القتال وميدان التصرف في أرض الله، من طلب العلم أو في تجارة رابحة. ولهذا أرجو لأصلنا وتاريخنا الحقيقي ستجدون هذا النوع من علو الهمة لقادتنا عليهم سلام الله. وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإياكم والتنعم وزي العجم. احنا اليوم والعياذ بالله ما لا أصابنا زي العجم، كما يصيب الدخان كل أجزاء البلاد التي فيها ذلك الدخان، كما توا أصابنا دخان الربا والعياذ بالله. ما فماش مكان توا ولا اي ميدان ما فيهش الربا، تقترض بالربا، تقوم بانشاء معمل اسمك ربا، تجيب المعدات وتجيب المختصين وهذا المجر. واياكم التنعم وزي العجم، وعليكم الشمس. شوف النصيحه الطبيه، احنا نعرف توا هيلوثيرابي العلاج بالشمس، ملا علاج بالنور، ملا حتى الناس المهدين بالانتحار ملا علاج بالشمس. وقت تاخذ دواء ضد البرص يلزم الشمس تدخل بالعلاج ولو لأقل من لمح البصر، بلاش تعرضك للشمس لمدة قصيرة هذيك ما تنجمش تداوي البرص مثلا. فإن حمام العرب وتمعدوا وخشوشنوا وخلولقوا، يعني استقروا واستووا ملا في عدلكم فيما بينكم وبينكم بين المغايرين لكم، واقطعوا الركب وارموا الأغراض. علمنا كيفاش نتدرب على التهيئ للحروب حين ملا تفرض علينا حروب، فيجعل هذا العقل العمري على سيدنا عمر خير رضوان من الرحمن. تلقى ناس دربوا مسبقا حتى يخرجوا للعدو، من يعرف ليش يتعاملوا معاه حتى يوصل واحد منا كأمة. وإذا كان وصلت كأمة واحد يغلب 20، وإذا كان زاد كي تمشي للقرآن واحد يغلب اثنين، ورا عاد الجيش الإسلامي وقل عدده وعدته قد وقد هو مؤهل للنصر المبين من فضل بفضل رب العالمين.